طبعا مفيش حد من برج الجدي ما سمعش قبل كده اول حاجه بتتقال على مواليد برج الجدي اول ما تيجي سيرتهم كده ان هم عمليين جدا. لا، انا المره دي هقول حاجه مختلفه. انا هقول ان هم ناس منطقيين جدا، ناس بتعرف تحكم عقلها، بتعرف ما تمشيش ورا قلبها، ما تسيبوش يسيطر عليها، بتعرف تشوف، بتعرف ازاي تاخد القرارات الصح، بيعرف ازاي يمشي كل حاجة محسوبة، كل خطوة في حياته لازم يبقى مفكر فيها كويس قوي. عشان كده الناس بتقول عليه عملي، لكن هو في الحياة عموما في كل التفاصيل بعيدا عن الشغل منطقي، شخص بيعرف يركز قوي على الحاجات الصح، مش يمشي كده سبهللة وخلاص. دماغه ما بتفصلش من كتر التفكير، 24 ساعة بيفكر، بيفكر في كل حاجة في الحياة. عارفين لو هو ما عندوش أي حاجة يعملها هيفكر هو ليه ما عندوش أي حاجة يعملها. شخص دايما بيحب يقعد يشغل دماغه، يحب يستغل الوقت جدا، هو بيبقى عارف مصلحته وعارف ازاي يوصل لها، بيعرف ازاي أقصر طريق عشان يوصل للي هو عايزه. حد شاطر جدا وطموح جدا، قد المسؤولية، يعني شخص كده تقدر تعتمد عليه، مهما كان الحمل كبير هو يقدر يشيل. ده غير انه صبور جدا وباله طويل، يعني ممكن يحط خطة المفروض انها تتنفذ، ويبقى عنده طاقة وعنده قدرة على انه يقعد ينفذ فيها خلال سنة من غير ما يزهق. المهم انه عارف ان في الاخر ان هو هيوصل لهدفه وهيعمل اللي هو عايزه مهما الوقت طال. لكن بالرغم من انه صبور وانه باله طويل زي ما قلنا، الا انه ما بيحبش ابدا يستنى. اكتر حاجه بيكرهها في حياته انك تديله ميعاد وتتاخر عليه، بيتجنن. يعني بيقدر الوقت جدا، ما بيحبش ابدا يضيع وقته كده في حاجات ملهاش لازمه، ما بيحبش يتلطع، بيحس ان هو الحاجات دي قيمه يا جماعه لازم نقدرها. ناصح قوي وحكيم، مش ناصح يعني حاجة وحشة يعني، لأ يعني هو فايق، دماغه شغالة، مش بتريق والله، بس هو فعلا الجدي دماغه شغالة قوي وحكيم جدا، بيعرف يشوف دايما الحاجات بصورة واضحة من فوق. يعني لو انت جيت حكيت له اي مشكلة، قبل ما تخلص كلامك، قبل ما تخلص تحكي له المشكلة كلها، هتلاقيه بيطلع لك الحل. عشان كده هو دايما احسن حد يحل مشاكل بين اي اتنين، يعني اي اتنين من اصحابه مثلا ممكن يحصل بينهم مشكلة يتخانقوا، وكل واحد طرف فيهم بيبقى شايف ان التاني غلطان، لازم يقعدوا مع الجد يحكوله، وهو ساعتها بيعرف ازاي بحيادية فظيعة يشوف الموضوع ويقول ده الغلطان وده اللي معاه حق. بمنتهى السهولة كده يقدر يحل بينهم المشاكل، ويقدر كمان يصالحهم على بعض، مش بس يطلعوا المشكلة، ومش بس يغلط حد على حساب حد، لا هو كمان أحسن حد يعرف يصالحهم على بعض. وده طبعا مش بس لأنه حكيم، لا ده كمان لأنه عنده قدرة فظيعة على الإقناع، يقدر يقنع أي حد بأي حاجة هو عايزها بسهولة مش ممكن، مش ممكن بجد. يعني مثلا لو انت مقرر قرار، ممكن في لحظة بس يتكلم معاك كلمتين كده يخليك تغير قرارك. ده غير كمان ان الجدي بيقدر يقرأ افكار اللي قدامه. شفتوا فيلم الحاسة السابعة او حاجة كده شبهه، اللي هو بيبقى سامعك وانت بتتكلم حتى وانت بقك ساكت، انت ما بتتكلم، ما قلتش اي حاجه، بس هو سامعك بتتكلم، هو عارف اللي بيدور في دماغك وعارف اللي انت عمال بتفكر فيه، شايفك وعارف اللي جواك من غير ما تفتح بقك على فكرة. عشان كده صعب قوي تقدر تضحك على حد من مواليد برج الجدي. وميزة بقى من أهم مميزاته إنه بجد دمه خفيف بشكل رهيب، كوميدي جدا، تقعد معاه ما تقدرش تبطل ضحك، طول الوقت هزار، طول الوقت ضحك، روحه حلوة، قعدته حلوة، دايما لو هو قاعد في أي قعدة هتلاقي كل اللي حواليه ما بيبطلوش ضحك، ما بيعرفوش، اللي هو بقي بيوجعني يا عم من كتر الضحك اسكت شوية، عشان تقدر تمسك بقك وعشان تقدر تبطل ضحك لازم تقوم وتسيبه، ما انت لو فضلت قاعد معاه مش هتعرف تبطل ضحك مستحيل. وبعدين هو طول ما خروجه، طالما احنا خارجين وبنهزر وبنضحك، مفيش حاجه اسمها شغل بقى خلاص، هو عملي وبيحب الشغل وبيحب يركز وبيركز على الحاجات اللي بيحبها وكل الكلام ده جميل، بس وقت الشغل، وقت الشغل شغل، ووقت الهزار هزار. وزي ما قلنا ان هو شخص باله طويل وصبور، بيقدر يستنى ويستحمل، هو كمان هادي جدا، لكن مش معنى ان هو هادي ان هو ما بيتعصبش. هو مش سهل تستفزه، باله طويل يعني وبيقدر يستحمل ويصبر، لكن في نفس الوقت لما بيتعصب ما بيشوفش قدامه، بيبقى عامل كده. شفتوا الرجل الاخضر اللي هو بيقوم طالع ومقطع هدومه ومتجنن كده فجأة من غير اي اسباب واي مقدمات؟ لا، الجدي بيبقى بالظبط في عصبيته عامل كده. عشان كده ما انصحكش ابدا لما تلاقيه متعصب تتكلم معاه او تتعامل معاه، حاول دايما تتجنبه وتبعد عنه، خد جنب كده واجري لحد ما يهدى وبعدين نرجع اتعامل معاه تاني.
طموح جدا، مفيش حاجة عنده اسمها مستحيل. يعني ابعد عني، هتحاول تحبطني، هتحاول تكسر مقاديفي زي ما بيقولوا، او هتحاول تحسسني ان مستحيل اعمل، ان مستحيل انجح، ان مستحيل احقق. لا ابعد عني، قلتك احسن، هخرجك من حياتي. انا عارف انا بعمل ايه كويس قوي وهوصل له، يعني هوصل له. الجدي بقى في العلاقات وكده هو مش شخص سهل يحب، يعني هو بيحب بصعوبة قوي، مش من الناس اللي هي ممكن فترة قليلة تلاقيه حس بمشاعر ما يتحد او حبه او اتعلق بيه. لا بياخد وقت طويل قوي عشان يتأكد ان الشخص ده بيحبه. عشان كده الجدي مستحيل يسامح في الخيانة، مستحيل. لو ايه يعني، لو انت خنته او كسرت ثقته او جيت عليه او عملت حاجة كبيرة تصنف عنده كنوع من انواع الخيانة، زي بالظبط كسر الثقة، او انك مثلا اتكلمت عليه في ظهره، او انك عملت معاه موقف ما يتعداش، عمره ما هيسامحك، عمره ما هيسامحك. هيقلب الصفحة؟ لا لا، هو مش هيقلبها، هو هيقطعها من غير ما يبص، هو هيديك ظهره ويمشي من غير ما يفكر اصلا انت ورا بتعمل ايه. لدرجة ان هو، ان انت ممكن في يوم من الايام ما تصدقش ان انت كنت في يوم من الايام موجود في حياته. هو اصلا بمجرد ما اداك ظهره ومشي هو نسيك. ولانه برج ترابي فهو زيه زي الابراج الترابية اللي هو الثور والعذراء، دايما بيحط معايير عالية قوي لكل حاجة، دايما بيبقى مستني الحاجة تحصل على اكمل وجه، كل حاجة تبقى بيرفكت قوي، كل حاجة تحصل صح زي ما المفروض تحصل، ما بيقبلش ابدا بالغلط. يعني هو شخص، يعني لو انت مثلا طلب منك حاجة وعملتها بنسبة 99% حلو، هتلاقيه بيقولك معلش يعني 1% دي ليه قصرت فيها، ليه ما عملتش كده. اللي هو نفسه لما بيغلط بيفضل يأنب نفسه ويحاسب نفسه كتير قوي، ما بيقبلش ابدا بالغلط، ما بيحبش يغلط، ولو في يوم من الايام غلط بيحاول يتعلم من غلطه، لانه مستحيل يكرر نفس الغلطة تاني مرتين. بيقلق جدا، بيقلق من كل حاجة في الحياة. يعني قبل ما يروح شغل جديد هتلاقيه قلقان، قبل ما يدخل اي علاقة هتلاقيه قلقان، قبل ما ياخد اي قرار في حياته هتلاقيه قلقان. وده لانه بيقعد يفكر كتير قوي، بيقعد يحط كل الاحتمالات قدامه ويحسب كل احتمال هيحصل ايه بعديه. يعني انا لو خدت القرار ده ايه اللي هيحصل، طب لو خدت القرار ده ايه اللي هيحصل، بيفكر طول الوقت قبل اي قرار. بيبقى خايف جدا ان هو ياخد قرار ويرجع يندم عليه، بيبقى خايف يعمل حاجة وتطلع غلط، او يطلع كان المفروض يعمل حاجة تانية. عشان كده دايما بتلاقيه قلقان. ده غير ان هو بيبقى مخلص قوي لكل حاجه بيعملها، بيديها تركيزه واهتمامه كله، سواء بقى شغل، سواء علاقه، سواء اي حاجه جديده داخل عليها، بيفضل مخلص لها قوي، بيحب الحاجه اللي بيعملها من كل قلبه، وبيفضل ماسك فيها، بيفضل بيديها كل طاقته وبيديها كل جهده، بيبقى دايما عايزها تطلع احسن حاجه. ومش معنى ان الجدي بيحب شغله انه كمان ما بيحبش يتبسط، بالعكس الجدي بيحب جدا يتبسط، وبيحب جدا يخرج ويسافر ويقعد مع اصحابه ويهزروا ويضحكوا ويروحوا وييجوا، بيعرف ازاي يستمتع بحياته كويس قوي. وقت الشغل للشغل زي ما قلنا قبل كده، وقت الهزار هزار، نهزر بقى ونضحك زي ما احنا عايزين، في الاجازة في وقتها، كل حاجة عنده ليها وقتها، كل حاجة مكتوبة، الجدول بتاع الاسبوع مكتوب، النهاردة هعمل كذا، بكرة هعمل كذا، بعد بكرة هعمل كذا، كل حاجة متخطط لها، حتى يوم الاجازة متخطط له، انا من ساعة ما هصحى الصبح هعمل ايه لحد ما هاجي ينام بالليل. الجدي كمان لو عنده مشكلة، او لو في حاجة مضايقاه او مزعلاه، او عنده مشكلة كبيرة قوي، ما بيحبش يحكيها لحد، ما بيحبش يطلع او يبين نقط ضعفه قدام حد، بيحب دايما يعتمد على نفسه في حل مشاكله، ما بيحبش يطلب مساعدة من حد، ما بيحبش حد يبقى له عنده جميلة، يعني زي ما بيقولوا لا انا قدها وقدود، انا اسد يلا في ايه. الجدي كمان ذكي جدا، ذكي لأبعد الحدود. هو الشخص، عارفين لما مثلا حد بعضلات يدخل خناقه مع حد رفيع قد كده، وتلاقي الرفيع ده عجنه اللي هو ما تعرفش ازاي، الجدي كده. الجدي شخص بيعرف ازاي يستغل ذكائه. مش بتكلم انه الجدي كده عشان هو رفيع، انا بتكلم ان الجدي كده عشان هو بيعرف ازاي يكسب اللي قدامه بعقله ودماغه، مش بقوته وبعضلاته، مش خناقه يعني، ما بيدخلش خناقه، لا بيعرف ازاي يعمل ايه امتى، بيعرف ازاي يشغل دماغه كويس قوي ويوصل لكل اللي هو عايزه. فما تحاولش بقى تتحداه ولا تحط راسك براسه، عشان هيديك نطحه يقضي عليك.